بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعود من جديد إلى هذه المؤسسة الدولية لنقف أمام هذه المؤسسة الدولية المفوض السامي ولنقول للعالم بأن هناك 1800 مريض يعانون الأمرين على مرأى ومسمع من العالم دون تحريك لهذه الأرواح التي تموت على مدار اللحظة. سنتحدث عن الإهمال الطبي وسياسة الإهمال الطبي التي أصبحت ممنهجة من قبل إدارة مصلحة السجون وبإعاز من الشباك الإسرائيلي لتسليط الضوء على هذا الملف. سيتحدث معنا الأستاذ أحمد حرز الله المتحدث الإعلامي لمؤسسة موجة القدس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نرحب بكم جميعا مع حفظ الألقاب للجميع، السادة وسائل الإعلام، هذا الصوت الذي يأبى أن يقمع بأدوات القتل الصهيونية ليسلط المعاناة على أسران البواسل داخل سجون الاحتلال. في البداية وضمن سلسلة فعاليات مؤسسة موجة القدس في شهر الأسير اخترنا هذا المكان لهذه المؤسسة الحقوقية لنقول لهم إن كنتم لا تسمعون صدى صراخات وعذابات أسرانا في داخل السجون جئنا لنطرق أبوابكم ونذكركم بالرسالة السامية التي من المفترض أن تحملونها وتدافعوا عن صوت المستضعفين من أبناء الشعب الفلسطيني. سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا البواسل لا زالت يوما بعد يوم تحصد مزيدا من الأسرى داخل سجون الاحتلال. القائمة تطول والعدد يرتفع والسياسة الصهيونية بحق أسرانا البواسل هي لا تتقدم ولا تتأخر سوى أنها تحصد مزيدا من المعاناة لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال. الإهمال الطبي تتعدد صوره وأشكاله بدءا من الإعاقة الحركية متمثلة بالأسير منصور موقدة وخالد الشويش مرورا بالحركة السمعية والحسية وصولا وليس انتهاء إلى أصحاب الإعاقات الدائمة والتي منها من فقد بصره ولا زال داخل سجون الاحتلال، رمز براش وعلاء البزيان، هؤلاء الأسيرين اللذان يعانون من فقد البصر. كل هؤلاء الأسرى بالإضافة إلى القائمة الطويلة التي تزيد عن 1800 أسير يعانون من الأمراض المختلفة، منهم 100 أسير يعانون من أمراض متلازمة ومزمنة، وأصحاب القضايا الساخنة والأمراض العصيبة، أصحاب الأمراض السرطانية، الأسير يسري عطية المصري والأسير معتصم رداد، والذي جاءت لنا رسالة من داخل سجنه صباح هذا اليوم والتي كان من ضمنها أنني أعاني منذ 9 سنوات، تعرضت لجميع أنواع الأدوية من الإبر إلى العلاج الكيماوي. لا يوجد داخل السجون ولا خارجها من يتحمل المعاناة التي أعانيها، لا يتحمل المرض ولا يتحمل الوجع الذي أعاني منه صباح مساء منذ 9 سنوات، وأنا أعاني من تعفن في الأمعاء منذ 9 سنوات، والنزيف الحاد يلازمني صباح مساء منذ 9 سنوات، والقيء والألم والمعاناة صباح مساء منذ 9 سنوات، ولا أحد يلتفت إلى قضيتي ولا إلى قضية الأسرى المعتقلين منهم المرضى داخل سجون الاحتلال. يذكر أن معتصم رداد يعتبر من أخطر الحالات ويصنف من أخطر الحالات التي تعاني سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال. الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو أن يبقى هذا الأسير جثة هامدة داخل السجون، وبعد أن يتفشى المرض وإلى أن يكتب الله سبحانه وتعالى له الفرج والخروج من سجون الاحتلال يبقى عالة على أهله وذويه. لذلك نطالب الجميع أن يتحرك قبل فوات الأوان، نطالب الهيئات والمؤسسات الدولية،
نطالب من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نطالب كل هؤلاء، نطالب وسائل الإعلام الحر أن يكون لهم كلمة وأن يكون لهم موقف مزيدا من تسليط الضوء على معاناة أسرنا البواسل داخل سجون الاحتلال، حتى لا نفقد أحدهم لا قدر الله، وحتى لا نصل إلى المرحلة التي لا يمكن أن يعالج فيها الأسير. نطالب جميع من كان له باع في هذا الأمر أن يتم عرض أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال قبل أن يتلاشى وأن يتفشى المرض في أجسادهم، العرض بشكل دوري وأن يتم فحصهم بشكل دوري كل 6 أشهر كما كفلت ذلك الأعراف والقوانين، أن يكون هناك تهيئة صحية لظروف الاعتقال المستمر حتى لا تنتشر الأمراض بين الأسرى والأوبئة. لذلك وجب علينا جميعا أن ننتفض وأن نسلط الضوء على معاناة أسرانا داخل سجون الاحتلال، لأنه آن الأوان أن يترجل هذا الفارس من عن سرير مرضه، آن الأوان لأسرانا البواسل أن يعيشوا بقية أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالإفراج. رسالتنا إلى كل أحرار العالم وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة أن أسرانا البواسل يحتاجون منا كل جهد صباح مساء، بالإضافة أنه وعلى مزمع من قريب الأيام سيشرع أسرانا البواسل في السابع من هذا الشهر الجاري خطوة الإضراب الكبير والاستراتيجي الذي سيخوضه بإذن الله عز وجل 1500 أسير رفضا للسياسات الصهيونية بحق أسرانا البواسل، بدءا بالهجمة الصهيونية الشرسة المنظمة بحق جميع السجون، وصولا إلى سياسة الإهمال الطبي والمنع الأمني للزيارات وجميع الممارسات السادية الصهيونية بحق أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال. نطالب الجميع أن يكون له موقفه وأن تكون كلمة الجميع متراصة ومتوحدة وعلى قلب رجل واحد حتى يكتب لأسرنا البواسل النصر والتمكين في هذه الخطوة المعززة المكرمة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التحية كل التحية لأسرى وضحايا الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال، التحية كل التحية لكل أسرنا البواسل الذين سيخوضون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، التحية كل التحية لمن لبى نداءنا، لوسائل الإعلام، لمن كان له باع في هذا المجال. والله نسأل أن يعجل بخلاص أسرنا البواسل بصفقة مشرفة تطول يكون أمدها عقدها بإذن الله عز وجل عن قريب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن إخوانكم في مؤسسة موجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى. نعم، ما زالت الانتهاكات والجرائم مستمرة بحق أسرانا، ونحن هنا نتساءل أين دور هذه المؤسسات الدولية وأين تفعيل وتطبيق الاتفاقيات التي نصت على حماية ورعاية الأسير في داخل السجون الإسرائيلية. أما الآن مع كلمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ داوود شهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، الإخوة ممثلو القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، الإخوة المشاركون جميعا في هذه الوقفة وفي هذا الاعتصام الإسنادي للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وللأسرى المرضى على وجه الخصوص، منهم هؤلاء الذين تتضاعف معاناتهم وتتضاعف آلامهم بفعل الإهمال الطبي الذي تتعمد سلطات الاحتلال ومصلحة السجون تتعمد ممارسته ضد أسرانا. أصبح الإهمال الطبي نهجاً وسياسة متبعة
في سجون الاحتلال راح ضحيته العشرات من أسرانا الأبطال، ارتقوا شهداء نتاج هذه السياسة وهذا النهج الذي يجري في ظل صمت من المؤسسات الدولية. وقفنا هنا كثيرا، ناشدنا الأمم المتحدة، وجهنا عشرات بل مئات المذكرات والمناشدات والرسائل للأمناء العامين للأمم المتحدة المتعاقبين في هذه المؤسسة الدولية، وجهنا عشرات المناشدات لممثليات الاتحاد الأوروبي والممثليات الدولية في قطاع غزة، وجهنا أيضا مئات اللقاءات والزيارات والاجتماعات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة، لكن لم يتحرك أحد ربما، أو إذا تحرك فإنما تحرك على خجل لوقف هذه السياسة، لكن لم تكن هناك أي نتائج فعلية لهذه التحركات. اليوم معتصم رداد، يسر المصري وغيرهم وغيرهم، القائمة تطول، وليعذرنا أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال أننا لا نستطيع في هذه العجالة أن نعدد كل أسماء الأسرى المرضى الذين يعانون من السرطان، من الأمراض الخبيثة، من الأمراض المزمنة، من الفشل الكلوي وغيره وغيره من الأمراض التي تفتك بالأسرى، لدرجة أن هناك تقارير متواترة خرجت من السجون تحدثنا وتدلل على أن الاحتلال حقن بعض الأسرى بالأمراض، وهناك أسرى خرجوا من السجن، تحرروا من السجن، استشهدوا بعد ذلك بتأثرهم من الأمراض التي حقنوا بها داخل سجون الاحتلال. وهناك أيضا مئات الأسرى المحررين الذين يعانون من أمراض خبيثة وأمراض مزمنة. إذن هذه سياسة متبعة في سجون الاحتلال تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أسرانا. ولذلك الرسالة التي نريد أن نوصلها باسمكم جميعا وباسم كل شعبنا الفلسطيني وفصائله وهيئاته ومؤسساته المعنية بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، الرسالة واضحة: لا يلومن أحد الشعب الفلسطيني فيما سيتخذه من إجراءات وخطوات مشروعة ومقررة للدفاع عن الأسرى ولإنقاذ الأسرى من سجون الاحتلال. المقاومة مشروعة، المقاومة مشروعة ومشرعة، ومشرع لها أن تتخذ ما تشاء من وسائل ومن إمكانيات ومن خطوات لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال. عشرات الأسرى يعانون من أمراض مزمنة أيها الإخوة الكرام. لتسمع المؤسسات الدولية الأرقام مذهلة، الأرقام التي تتحدث سواء عن الأسرى الذين استشهدوا أو الذين هم مصابون بأمراض خبيثة وأمراض مزمنة في سجون الاحتلال، أرقام مذهلة. لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل خلق أي مبررات لسلطات الاحتلال لكي تقوم بما تقوم من انتهاكات ومن تعد على القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. ولذلك الرسالة من هذه الوقفة أننا سنلجأ ومن حقنا أن نلجأ إلى كل وسيلة ممكنة لحماية أسرانا والدفاع عن أسرانا، هذا أولاً. ثانياً، أن هذه الفعاليات وهذا الإسناد الجماهيري والشعبي لأسرانا سيتواصل، وهو ليس فعلاً موسمياً. نحن نقول اليوم أنه ليس فعلاً موسمياً، إنما فعل متراكم ومستمر ومتواصل، وتشارك به كل قطاعات وفصائل وقوى الشعب الفلسطيني. قضية الأسرى كانت قضية إجماع وطني
وما زالت قضية إجماع وطني وستظل كذلك بإذن الله تعالى حتى يتحرر ويأذن الله بالفرج القريب إن شاء الله لكل أسير ولكل أسيرة في سجون الاحتلال. قبل أن أختم، أيام قليلة وسيطل علينا يوم الأسير، مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وهي مناسبة الأستاذ أحمد تحدث قبلي عن الخطوات النضالية، الإضراب المفتوح عن الطعام الذي سيشرع به الأسرى بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. نحن باسمكم أيضا جميعا نؤكد وقوفنا ودعمنا ومساندتنا لكل الخطوات التي سيشرع بها الأسرى في يوم الأسير عما قريب، وستكون هناك سلسلة من النشاطات والفعاليات، فعاليات الدعم والإسناد للأسرى، ليس فقط في قطاع غزة، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48، وأيضا ستكون نشاطات في بعض العواصم والدول في